السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف ريدمي اس 2 اصدار الاندرويد 8.1. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، بنروح على صفحة الاتصال بشبكة الواي فاي، بنضغط على إضافة شبكة، بنكتب في خانة الـ SSID www.youtube.com، بنحدد اللينك. بعد التحديد بيظهر أيقونات ومنها أيقونة اللينك، بنضغط عليها بيفتح لنا اليوتيوب. على يسار الشاشة بنلاقي أيقونة الحساب، بنضغط عليها. وبعدين بندخل على الإعدادات، حول، بنود خدمة اليوتيوب، بنختار المتصفح، سماح، بنكتب في خانة البحث في المتصفح VN ROM زي ما هو مكتوب قدامنا على شاشة الفيديو. وبنضغط بحث، بنختار أول نتيجة بحث. الصفحة اللي موجودة قدامنا ديت فيها تطبيقات، من خلال التطبيقات ديت هنقدر نتخطى حساب جوجل للهاتف. بننزل تطبيق أندرويد 5، موافق، الإعدادات، بنفعل خيار السماح بتثبيت تطبيقات من هذا المصدر، وبنرجع خطوة للخلف، تالي، تثبيت، أوكي، وبعدين بننزل تطبيق FRB Bypass، موافق، تثبيت، وبن. على يسار الشاشة بنلاقي ثلاث نقط، بنضغط عليهم وبنضغط على تسجيل الدخول من المتصفح، موافق. في الصفحة دي تقدر تسجل دخول لحساب جوجل. لو مش معاك حساب جوجل تقدر تنشئ حساب جديد على أي جهاز تاني، وبترجع لتليفون ريدمي تسجل دخول لحساب جوجل على الصفحة دي. بعد تسجيل الدخول بيرجعنا لصفحة التطبيقات، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز، بعد إعادة تشغيل الجهاز بيدخلنا مباشرة على صفحة الاتصال بالشبكة، بنضغط التالي، 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 الإعداد كجهاز جديد، إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب بنجاح، بنضغط التالي. التالي، تخطي، التالي، موافق، لا شكرا،
متابعة سماح بنقفل اختيار المزامنة وبنضغط على عدم الاستخدام تخطي التالي التالي بنختار السمة وبنضغط التالي إنهاء تم تخطي حساب جوجل للهاتف بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي احنا حملناها وثبتناها على الجهاز. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات، الجهاز مش بيطلب بعدها حساب جوجل. بندخل على الإعدادات، بننزل تحت شوية، وبعدين بندخل على الإعدادات الإضافية، بننزل تحت وبندخل على النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين. بنختار آخر اختيار إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع، وبعدين بنضغط على إعادة تعيين الهاتف. بيظهر تنبيه من الجهاز، لازم نقعد 10 ثواني علشان نعمل الخطوة التالية التالي. بيظهر تنبيه آخر، بنستنى 10 ثواني علشان نقدر نعمل موافق. بنضغط موافق، الجهاز بيعمل إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة، وبنختار البلد أو المنطقة، تخطي، التالي التالي. التالي. بنضغط تخطي هذه الخطوة، وبعدين بنضغط التالي.
موافق. تالي التالي، بنختار السمة وبنضغط التالي. إنهاء. تم تخطي حساب جوجل وعمل إعادة ضبط المصنع للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.